هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل ريفيو عن الفاونديشنز اللي عندي من الدراج ستور. هقول ايه مميزاتها وايه عيوبها وايه الفرق ما بينها ومناسبه لاي بشره. اسنس انستا بيرفكت ليكويد ميك اب، هو مكتوب عليه ان هو سترونج مات افكت ووتر بروف وبيلدبل كفرج. هو الالوان اللي نازله منه مصر هما 6 درجات بس، من 10 لغاية 60. انا عندي الستين دي طلعت غامقة فجبت ال20 عشان افتحه بيها. هو يبان ان هو حجمه صغنون بس هو 30 ملي زي بقية الفاونديشنز عادي جدا. بيلد بالكفرج هي تغطيته خفيفة بس انت تقدري تبنيها المتوسطة وتحطي كذا لاير منه، مش بيكلكع خالص، مناسب للبشرة العادية والمختلطة. بلاش الجافة قوي وبلاش الدهنية قوي لانه مع الدهنية هيتمسح بسهولة، ومع الجافة قوي هيمسك في القشور قوي، واي دراي باتش في الوش هيبان وهيبقى شكله مش حلو. فيت مي بتاع ميبلين اللي هو ماتن بورلس، مفروض ان هم كاتبين عليه ان هو من نورمال تو اويلي سكين. هو بيناسب البشرة اللي انا شايفة، يعني ان هو بيناسب البشرة المختلطة والدهنية. انا بشرتي عادية المختلطة، في الصيف بتبقى مختلطة ومش بيناسبني لا صيف ولا شتاء، مش حلو خالص. هو اولا تخطيطه خفيفة قوي قوي لدرجة ان هو يعني هو المفروض نازل ماركت على ان هو فاونديشن، تخطيطه خفيفة جدا اللي هي بيبي كريم، يعني انتي مش حاطة حاجة. وانا مش بنزل كل يوم حاطه فاونديشن، يعني انا ببقى عايزه فاونديشن بالليل لحفله بتاع، فهو ما مش مناسب خالص للحاجات دي. هو معامله البيبي كريم بالظبط، فانا مش بحبه. هو ميزته في مصر ان هو درجاته كتير اللي موجوده منه، فهتلاقي الدرجه بتاعتك، وسعره كمان في حدود 160 جنيه، فبرضه سعره حلو. بس عيوبه بالنسبه لي ان هو بيبان ان انا حاطه فاونديشن، اي دراي باتش في وشي بيبان فيها كده وباين ان انا حاطه فاونديشن، ما بحسش ان هو بيملت مع السكين كده وبيبقى شكله حلو. احدث فاونديشن انا جبته هو بتاع اتش اند ام، مكتوب عليه اول داي ليكويد فاونديشن فلوليس فينيش. الفينيش بتاعه مش مات، هو الفينيش بتاعه ناتشرال تو جلوي، يعني مش هينفع للبشرة المختلطة ولا الدهنية. يعني ممكن المختلطة تحبه شوية لو ثبتت التي زون بباودر، بس هو هيبقى مناسب للبشرة الجافة والبشرة العادية والمختلطة لو ثبتته بباودر. وهو كده كده لازم يتثبت بباودر عشان ما يروحش على اخر اليوم، لان هو مية قوي ليكويد كده، فلازم يتثبت علشان ما يروحش. بس هو برضو حلو وينفع تحطيه كل يوم، مش تقيل خالص، مش بتحسي انك حاطه حاجه على وشك. الفاونديشن ستيك الوحيد اللي عندي هو من لوريال انفيليبل، مكتوب ان هو لونج وير شيبينج ستيك. هو حلو جدا، ناعم قوي، طري قوي على الوش، جميل قوي بصراحه. انا ما كنتش متوقعه ان انا احبه كده يعني. بس عيبه الوحيد ان هو بالنسبه لسعره، فهي الكميه اللي انت بتاخديها، انا ما استخدمتوش كتير، يعني هي الكميه اللي انت بتاخديها حاجه صغيره قوي، فده يمكن عيبه الوحيد يعني. بس غير كده هو ناعم قوي. انا شايفه ان هو مناسب للبشره الجافه والبشره العاديه لغايه المختلطه. الدهنيه اعتقد هيتمسح بسهوله قوي، لازم تثبت بلوس باودر محترمه كده. كاتريس اتش دي ليكويد كفرج فاونديشن، هما كاتبين عليه ان هو بيقعد 24 ساعة، بس انا ما جربتوش بصراحة 24 ساعة. بس انا في مرة قعدت فيه بيها تقريبا اكتر من 18 ساعة، فكان ثبت وما اتحركش من مكانه. الكفر بتاعه عالي من ميديم تو فول كفر، بس مش فول ان هو هيخفي معالم وشك يعني. برضو هو 30 ملي زي اي فاونديشن، بيدي سكند سكين افكت فعلا، كأنك مش حاطة حاجة بس بشرتك حلوة، مناسب للبشرة العادية والمختلطة. شوية الدهنية هيروح بعد، يعني مش هيثبت قوي، هيروح. وشوية برضو الدراي قوي يعني ممكن يمسك في اي دراي باتش او كده. فالبشرة الجافة لو هتستخدمه يستحسن انها ترطب كويس قوي من تحته. بس هو كفاونديشن حلو،
هو برضو عيوبه ان هو نازل منه مصر 4 درجات بس، فدي حاجة سخيفة ان انت مش هتعرفي تلاقي درجتك، وهو كمان بيأكسد درجة للأغمق، فلازم تجيبي درجة افتح من درجتك بدرجة عشان لما يأكسد ما تحسيش انك غمقتي قوي. وانواع الفوتو فوكس فاونديشن، بصراحة الفاونديشن ده حلو جدا في التصوير، لسه نازل مصر قريب، نازل منه درجات كتيرة حلوة مناسبة لجميع انواع البشرة، مناسبة لجميع ألوان البشرة مش أنواع البشرة، لأن هو مناسب للبشرة العادية والمختلطة والدهنية، إنما البشرة الجافة مش هتحبه خالص لأن هو ناشف قوي، الفينش بتاعه مات، ممكن حتى ما تثبتيهوش ببودر، يعني لو في أي قشور في وشك أو أي دراي باتشز في وشك هيمسك فيها وهيبقى شكله كيكي كده ومش حلو خالص. بس هو كفاونديشن بصراحة حلو، لو في حد ما بيحبش ريحة الفاونديشن تبقى بشعة، ده ريحته بشعة بصراحة، ده ريحته فظيعة، فما بلاش منه لان هو ريحته شبه عارفين البهية او مش عارفة، انا بحس ان هو شبه ريحة البهية او الدهانات بتاعة الحيطة دي، ريحته بشعة قوي وبتفضل شوية كده بس بعد فترة بتروح يعني، بس لو حد عنده حساسية من الريحة او ما بيحبش الحاجة اللي فيها روائح مش هيحب الفاونديشن ده ابدا. هو كمان عيبه ان هو بيجي بالابليكيتور بتاعته عاملة كده اهو، فغريبة قوي بصراحة يعني، ما بحبهاش خالص. كيكو فول كافرج 2-in-1 فاونديشن كونسيلر، انا بحب الفاونديشن ده جدا جدا جدا، اكتر فاونديشن هو بورجوا هيلسي ميكس بحبهم، يعني بورجوا ينفع لكل يوم وده ينفع لحفلات لخروجه حلوه بالليل كده يعني، ده جميل والوانه كتيره جدا، نازل منه عدد كبير جدا من الشيد، هو ينفع كفاونديشن وينفع ككونسيلر، ينفع تستخدميه ككونسيلر بس هيبقى تخطيطه خفيفة قوي تحت العين، انما كفاونديشن هو تخطيطه من ميديم تو فول كفر، بس برضو مش فول كفر اللي هو هيوصل معاكي زي فاونديشن هدى بيوتي كده، ان هو من بامب واحدة خلاص الدنيا كلها الوش بقى يعني كأنك جبتي وش غير وشك، لا هو هيبقى هيبان بس ان هو فيه فلتر حلو على الوش. زي ما قلت درجاته كتيرة فهتقدري تلاقي طبعا درجتك، عيبه الوحيد الابليكيتور بتاعته برضو سخيفة زي بتاعة ويت ان وايلد، بس دي سبونجاية يعني شبه الكونسيلر كده. فاونديشن ده 25 ملي، اقل ب5 ملي عن بقية الفاونديشنز، وسعره طبعا اغلى ومش موجودة في مصر الا اونلاين، فدي يمكن عيب من عيوبه برضو. بورجوا هيلسي ميكس فاونديشن، الفاونديشن ده اتكلمت عنه كتير وبنصح بيه لكل الناس بصراحة، هو مناسب جدا لكل انواع البشرة ما عدا البشرة الدهنية لانه هيتمسح بسهولة جدا، بس بقية انواع البشرة هيحبوه جدا، هو مكتوب عليه ان هو فيتامين ميكس، فيه فيتامين سي و اي و بي 5، ينفع لكل يوم، تخطيطه لايت تو ميديم، لما بتيجي تحطي لاير تانية من الفاونديشن مش بيكلكع، مش بيأكسد، درجاته كتير، فهتلاقي درجتك، وموجودة في مصر، موجودة في كل المحلات وكل وأونلاين وفي كل حتة يعني، فهتقدري تجيبي درجتك بسهولة. يمكن عيوبه هي انه سعره 350 جنيه على فاونديشن هتستخدميه كل يوم فهيخلص معاكي بسرعة، بس انا شايفة ان هو يستاهل بصراحة، ولازم تثبتيه بباودر لان هو بيفيد والفينش بتاعه ناتشرال، فلو بشرة مختلطة وعرقتي وكده اهو فهيبتدي يروح، لازم تثبتيه كويس قوي ببلوس باودر او ماتيفاينج برايمر من تحته لو انتي بشرتك مختلطة. البرجوا هيلثي ماكس سيرم ده جيل فاونديشن، جيل فاونديشن يعني الترطيب فيه اعلى عن الفاونديشن العادي، مناسب جدا للبشرة الجافة والعادية اكتر من المختلطة، يعني المختلطة لو حابة تحطه تثبت كويس جدا بلوز باودر من عند منطقة التي زون لان هو هيروح بسرعة، وهو الفينش بتاعه ناتشرال فينش كأنك مش حاطة حاجة، كأنك حاطة مرطب بس بلون، حلو جدا الفاونديشن ده، يمكن عيبه الوحيد ان هو درجاته مش كتير وسعره 350 جنيه. ميلاني كونسيلر بيرفكتو ان وان فاونديشن كونسيلر، الدرجة اللي معايا دي 02A،
خلي بالك وانتي بتختاري فاونديشن ده، لان هو بيأكسد درجة او اتنين، فلازم تختاري درجة افتح منك. الفينش بتاعه مات، ودي حاجة حلوة جدا طبعا للبشرة الدهنية، مناسب جدا للبشرة الدهنية، مناسب للبشرة المختلطة والعادية. البشرة الجافة بلاش، او يا اما ترطب تحته كويس وما تثبتش باودر عشان ما ينشفش وشها زيادة. حلو جدا للحفلات والتصوير، جميل. مميزاته كمان ان هو درجاته كتيرة قوي. من عيوبه يمكن الريحة برضو، انا ما بحبش ريحته، بس هو ريحته اخف شوية من الفوتو فوكس. وعيبه التاني ان هو بيتباع اونلاين بس، فمش هتقدري تجيبيه من ستور، او مش هتقدري تشوفي درجاته ايه عليكي. بورجوا 1 2 3 بيرفكت، هو مكتوب ان هو correcting pigment zero imperfections. المفروض ان 1 دي اللي هي الاصفر يعني بتعالج البيجمنتيشن الموجوده في السكن، و2 دي اللي هي انتي دال اللي هو لو وشك شاحب او وشك مش منور كده هو بيديله جلو حلو. ال3 دي اللي هي اللون الاخضر بيعادل الاحمرار الموجود في البشره لو في حبايه او كده. بغض النظر عن موضوع 1 2 3 ده، بصراحه انا ما شفتوش يعني، بس هو كفاونديشن حلو جدا. انا زي ما بحطه زي ما بشيله، ما بيتغيرش خالص. انا بشرتي عادية، ف يعني انا بشوف ان هو حلو جدا، ثابت جدا، بيدي ناتشرال فينش كأنه وشك بالظبط بس احلى شوية. مش تقيل خالص على البشرة، مش حاسة بحاجة، ودي اهم حاجة بالنسبة لي في الفاونديشن، ان انا احط حاجة مش حاسة بيها، لان انا اصلا ما بحبش الفاونديشن ومش بحطها كل يوم، هي حاجة بالنسبة لي للخروج بس او كده. يعني البشرة الدهنية بس هي اللي مش هتحبه، لان هو الفينش بتاعه جلوي شوية او دوي، هيبقى بيلمع قوي، فمع البشرة الدهنية ومع افراز الدهون هيبقى مزيت قوي. بالنسبة للبشرة المختلطة لازم تثبت من عند منطقة التي زون دي كويس قوي بلوس باودر. غير كده هو حلو جدا بالنسبة للبشرة الجافة والبشرة العادية. مشكلته يمكن في الدرجات بتاعته مش كتيرة، والدرجه اللي معايا دي 56 على روز، فالناس اللي ما بتحبش الدرجات اللي على الروز مش هتبقى. جولدن روز توتال كفر 2 ان 1 فاونديشن كونسيلر اس بي اف 15، في اس بي اف بس مش بيعمل فلاش باك، مناسب جدا للبشره الدهنيه، هيحبوه جدا لان هو اويل فري. الفينش بتاعه سيمي مات، مناسب برضو للبشره المختلطه والعاديه. البشره الجافه تبعد عنه او ترطب تحته لو هم عايزين يستخدموا حاجه فيها كفر عالي، يعني يستخدموا مرطب قوي جدا تحته. هو مكتوب عليه ان هو ويز فيتامين اي. فاونديشن حلو جدا، بس طبعا ما انصحش بيه للاستخدام اليومي، يعني مفيش اي حاجه فول كفر انصح بيها للاستخدام اليومي، بس كفاونديشن حلو جدا، مش بيبان انك حاطه حاجه، وممكن تحطي منه طبقه او اتنين لو انت عايزه تعلي التغطيه. وسعره برضو كان كويس بصراحه، ما كنتش اتوقع ان جولدن روز تعمل حاجه فاونديشن حلو، يعني لان هو دايما فاونديشنز بتاعتهم بتبقى يا اما الدرجات بتاعتهم فاتحه، يا اما الفاونديشن الفينش بتاعه مش حلو او كده. بس ده فعلا لو لقيتوه هاتوه، لانه هو حلو جدا. الفاونديشن ده من اسنس اسمه فريش اند فيت اويك ميك اب هيلسي جلو، مناسب للبشرة الجافة والعادية. انا شايفة ان هو مش مناسب خالص للبشرة المختلطة او الدهنية. هم كاتبين عليه ان هو بيقعد 12 ساعة، لا هو مش بيقعد 12 ساعة، هو بيقعد مثلا 4 5 ساعات كده بالكتير، كوني مثبتة باودر كمان. هو حلو خفيف على البشرة، تغطيته خفيفة لمتوسطة، يعني مش شايفة فيه مميزات كتير بصراحة، بس هو يعني لو حد عايز حاجة كده خفيفة سريعة لكل يوم، اوكي ده هيبقى حلو. انما لو حد عايز تغطية بقى وحاجة تقعد معاه طول اليوم وتثبت والكلام ده، لا. لان حتى لازم اما تخرجي بيه والجو حر قوي لازم هتعيدي عليه وتعملي له ريتاتش والكلام ده، فمش هيبقى عملي قوي يعني. من عيوبه كمان انه مفيش منه الـ4 درجات، ودي حاجة سخيفة جدا، يعني اغلب درجات